أنا أعتبر أن 57 357 أيقونة للإبداع، أيقونة لتحريك المجتمع المصري إلى حياة جديدة. فأصبحت 57 357 محرك للعقل المصري إلى الحضارة القادمة. كيف ننتقل من الألم إلى الأمل؟ وكيف ننتقل من الحمل إلى الحلم؟ هذه هي 57 357 تقول: نحن وإن كنا نعاني اقتصادا ولكننا لا نعاني مشكلة في القلوب. وأنا أجعل 57 357 رأس حربة نحو الهدف. لابد أن نقدم نموذج للتعليم، لابد أن نقدم نموذج للتنمية. وأنا أعاهدكم بأن أنادي وسأظل أنادي، ولعل هذا الكلام في هذا المحل هو من أفضل الأماكن التي يمكن أن تكون هنا. أنادي بماذا؟ أن نطور وظيفة العالم في الواقع المعاصر بأن تكون وظيفته أنه داعم للتنمية دائما. يا سادة، نحن داعمون لكل ما أنتم فيه. وأنا أقول لكم، لقد كان التقسيم الثلاثي للصناديق التي كانت عندكم كانت أول عمل مشترك بيننا وبينكم في دار الإفتاء المصرية، وتظل 57 357 التي تحمل مشعل الوقف العلمي. إن الوقف العلمي هو الذي حافظ على الريادة المصرية. وأرجو الله لنا دائما أن نجتمع على الخير، على الرحمة والخير والجمال. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. هذه الحملة برعاية إيجي بنك.